لحرية الصحافة ثمن، والثمن هو الاعتداء على وسائل الإعلام ومنعها من تغطية آخر التطورات. الهجمات الأخيرة التي شملت 3 قنوات تلفزيونية محلية وعربية في العراق أثارت قلقاً في الأمم المتحدة ولدى الصحفيين والناشطين، كما عززت عمليات اقتحام مكاتبها وإيقاف بثها وتهديد العاملين فيها مخاوف حيال حرية التعبير، ولا سيما بعد أقدام السلطات على حجب الإنترنت تماماً على خلفية الحراك الشعبي المناهض للحكومة في بغداد ومدن الجنوب. إغلاق وحرق قنوات إعلامية بعد كل هذا الذي جرى، أنا أقول على رئيس الوزراء أن يختار بين الدولة واللا دولة، لأن ما يجري هذه اللحظة هو فعل لا دولة بعلم الدولة نفسها، بعلم سلطات رئيس الوزراء نفسها، أن يتم اقتحام قنوات في وضح النهار أو في الليل بعلم كل القوات الأمنية، هذه فضيحة لرئيس الوزراء نفسه. عمليات التضييق هذه وصلت إلى حد تلقي ناشطين ومدونين رسائل نصية ومكالمات هاتفية تهددهم وأسرهم بالتصفية، وتلك أساليب ترهيب قائمة على تخطيط مسبق كما ينبه مرصد حريات الصحافة. وتتفق معه في ذلك منظمة مراسلون بلا حدود التي حظت بدورها السلطات على ضمان سلامة العاملين في مجال الإعلام. لا غرابة في أن يحدث ذلك كله في العراق، فالبلاد تحتل أصلاً المرتبة 156 من بين 180 دولة على لائحة مراسلون بلا حدود لمؤشر حرية الصحافة هذا العام.